السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير، مساء النور، مساء الورود ان شاء الله ليكم. اليوم درت هذا التيشه ديال المذكور، شوفوا كيف كتجي بالحليب، راه رائعه خوتي. التيشه نتاع المذكور كتجي رائعه مع الحليب، كتجي فنه وكتطلع المناعه. اتمنى انكم جربوها مع وليداتكم، وما تنساوش ها نتوما هذا بادي راه صوبتها غير في العشيه زوينه، تيشربوها جميع الناس، وكتجي لذيذه لذيذه. فقط درتها بالحليب والتيشه ديال المذكور، خليتها تطابت ودرت فيها الحليب، وهادشي اللي كان مع شويه المليحه شويه البزار شويه ديال الثومه حتى هي ضفتها هنا. هادشي اللي كاين، نتمنى انها تعجبكم. هكا كتجي، كتجي فنه 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 فنه، واسقى صنبر كيف اللون نسمع ايتما. الشربيات تفولكي، يلا كوني عاون ربي اي سما.